اوكي سو توداي رح نحكي عن ال present simple. اكيد ما اخذينه يمكن بالمدرسة بالجامعة بمعهد ايش مكان. اوكي رح اشرح شوي ممكن بطريقة مختلفة عن المناهج، رح اشرحه من ناحية محادثة امتى نستخدم ال present simple، كيف نستخدم ال present simple، مش من ناحية keywords وحل واملأ الفراغ. اوكي بس قبل هيك احنا كان عندنا homework تبع امبارح بدنا نحله مع بعض، سو جهزوا حالكم ان نحل هومورك مع بعض على الشات بوكس. اوكي راح نحلهم واحده واحده. سو اتفقنا انه بالهومورك ايش بدنا نعمل، بدنا انه نحط بدال السبجكتس سبجكت بروناونز وبدال الاوبجكتس اوبجكت بروناونز. سو خلينا نبلش، بلشوا اكتبوا لنا الاجوبه بالشات بوكس. يس اول واحده اللي هي ليلي اند جون ايت بريكفاست. ليلي وجون فطروا، أكلوا فطور بمعنى فطروا يعني. ليلي and John هم اللي أكلوا، معناها هم فاعل ولا مفعول به؟ هم subject ولا object؟ هم subject، so لازم نحط subject pronoun مناسب لإلهم. ليلي and John يعني هم، لأنهم أكثر من شخص. هم أي واحدة بمعنى هم they، so they ate breakfast. okay perfect. الثانية they're called John and Lily. سارة اللي هي الفاعل، سو بنحط pronoun subject pronoun مناسب لإلها اللي هي she. بعدين هي اتصلت بمين؟ بجون وليلي، معناها اتصلت فيهم، بس هل هم فاعل ولا مفعول به بهاي الحالة؟ هم مفعول به، سو لازم نجيب من هون أي واحدة بمعنى هم بالمفعول به them. She called them. perfect. okay اللي بعدها Sarah ate lunch with John. مين الفاعل؟ Sarah. إيش مناسب لإلها؟ Subject pronoun she، لأنها بنت. Ate lunch يعني تغدت with John، مع John. John هون مو جاي محل الفاعل، هي كانت محل الفاعل، so رح يكون مفعول به أي واحدة بمعنى هو مفعول به him، so she ate lunch with him. أوكي اللي بعدها Lily called John. Lily اتصلت بجون. مين الفاعل؟ Lily. Lily هي اللي قامت بالفعل، هي اللي اتصلت، so رح أحط subject pronoun مناسب لإلها she. She called إيش؟ him. Good job everyone. She called him. ليش؟ لأن John جاي بمحل المفعول به، وإيش ال object pronoun المناسب لإسم John؟ him، لأنه اسم ولد. Okay and the last one. Lily visited Sarah. مين الفاعل؟ مين اللي زار الثاني؟ ليلي هي اللي زارتها لسارة، so ليلي هي السبجكت، لازم ننقي سبجكت بروناون مناسب لليلي. she visited، هلا سارة هي مش الفاعل، هي المفعول به، so بدل ما نحط she بنحط her. she visited her، هي زارتها. so كيف عملتوا بالهومورك؟ كل أجوبتكم صحيحة؟ yes good job everyone. Okay, good job. Well, thank you للي حلهم الكل صح. Perfect, good job. Okay, خلينا هلا نرجع على درسنا اللي هو إيش ال present simple. زي ما حكيت أكيد أخذتوه قبل، أكيد حليتوا عليه كتير أسئلة. ممكن تشوفوني بشرح بطريقة شوي مختلفة. أنا زي ما حكيت لكم راح أشرح لكم المحادثة، تركيزي على المحادثة، يعني أي درس بشرحه راح أكون عم بشرحه من ناحية المحادثة. So أول إشي أنا إمتى بستخدم ال present simple؟ أنا إيش بكون بدي أوصل؟ إيش بكون بدي أحكي لما أستخدم التركيبة تبعت الـ present simple؟ وهلا بناخد التركيبة طبعاً. لما أحكي عن general facts، حقائق عامة، هون مكتوبة حقيقة عامة، لأني صراحة ما عرفت كيف أكتب حقائق على اللابتوب، سو تركتها هيك، بس general facts هي جمع معناها حقائق عامة. يعني عم بحكي عن حقيقة عامة، يمكن عم بوصف حدا، عم بحكي هيك معلومة بشكل عام عن حدا، أوكي؟ أو عن إشي. regular actions أفعال منتظمة، إشي دائما بيصير. routines اللي هم الروتينات، نفس المبدأ، إشي دائما بيصير. schedules جداول، كمان نفس المبدأ تقريبا، إشي دائما بيصير. habits عادات،
تقريبا كله نفس المبدأ. فإذا عم بوصف حدا، إذا عم بحكي معلومة بشكل عام عن حدا، إذا عم بحكي حقيقة عامة عن إشي، بستخدم ال present simple. أوكي، present simple بحكي عن إشي بشكل عام، زي مثلا معلومة عن حدا، هو بيشتغل، هي بتشتغل، هي شعرها طويل، يعني هي عندها شعر طويل وهو عنده شعر أصيل. أوكي، هدول كلها هيك زي معلومات بشكل عام أو حقيقة عن إشي أو عن حدا. أوكي، سو هدول هم استخدامات الـ present simple. لما أكون بدي أوصل أي وحدة من هدول بستخدم الـ form تبع الـ present simple. طيب إيش هو الـ form تبع الـ present simple؟ يعني أنا كيف بركب الجملة؟ شو لازم يكون عندي عشان يكون عندي present simple؟ لازم يكون عندي subject. شو اتفقنا يعني subject؟ يعني فاعل زائد verb 1. الـ verb 1 إذا ما بتعرفوا شو يعني verb 1، يعني الـ base. شو يعني الـ base؟ يعني الـ verb بدون تغيير، يعني بدون ما أحط له ed، بدون ما أحط له ing. اوكي، سو لازم احط سبجكت، يعني فاعل، ممكن يكون انا، ممكن يكون اسم حدا، ممكن يكون اي واحد من السبجكت بروناونز. المهم اني احط فاعل عن الشخص اللي عم بحكي عنه. بعدين بحط verb 1، يعني الفعل زي ما هو، زي eat، ما بحط eat مثلا. اوكي، verb 1. بس في مرات هذا الverb 1 رح ينضاف له s، ما نخربط، مش السبجكت اللي حينضاف له S، الverb 1 اللي حينضاف له S. طيب بأي حالات أنا بدي أضيف S للverb 1؟ بحالة السبجكت كان he, she أو it. مثلا عندي ليلي أو جون أو سارة أو the dog أو the door, the table، أي إشي he, she أو it، الverb تبعه بالpresent simple رح ياخد S. اوكي، لازم اضيف له s. سو مثلا I work، عم بحكي معلومه عني، انا بشتغل، هاي حقيقه عامه عني، هذا الشيء انا دائما بعمله، انا بشتغل، انا موظفه. او she works، ملاحظين طالما كان عندنا subject he she او it ضفنا s للفعل. في ناس بتخربط بتحط الs لمين؟ للsubject نفسه، فبيحكوا لي she's work، لا she works. أو واحدة تانية I study، هاي معلومة عني، هاد إشي دايما بعمله إنه أنا بدرس، she studies. أوكي، ضفنا لها S. طبعا في قواعد إضافة الS عندي إياهم على يوتيوب، بس مش بالبلاي ليست تبع study plan، بالبلاي ليست تبع competition I think كانت أول حصة شرحت فيها كيف نضيف S للplural لما نعمل إشي جمع، بس هم نفس المبدأ، يعني طالما بدي أضيف S معناها رح يكون نفس قواعد. سو شوفوهم إذا بتحبوا على يوتيوب، بس بما إنه أنا هون تركيزي على المحادثة ما رح أشرح الكتابة بهاي الستادي بلان. أوكي، سو إذا حابين برضو تعرفوا من ناحية الكتابة عندي فيديو على يوتيوب عن الموضوع. سو خلينا نكمل، عندي جون works and studies، جون بيشتغل وبدرس، هدول معلومات عنه، هدول أشياء هو بعملهم. ليلي works and studies، كمان ليلي works and studies، ملاحظين عم نحط S للفعل للverb، عم نحط S ليش؟ لأنه John he، Lily she. طيب عندي هون John and Lily work and study، طيب أنا ليش ما حطيت works and studies هون طالما عندي John و Lily؟ لأنه John and Lily صارت جمع، صارت إيش؟ they، صارت جمع، بطلت he she it. So John and Lily work and study، هاي معلومات عنهم إنه هم بيشتغلوا وبيدرسوا. خلينا نشوف كمان examples. عندي I cook، أنا بطبخ، she cooks، هي بتطبخ، هاي معلومة عنا، نطبخ. أو I bake and she bakes، إيش الفرق بين cook وbake؟ cook اللي هو حدا يطبخ طبيخ يعني، بيك اللي هو الخبز، أو إذا حدا بيعمل كيك، عم يعمل كوب كيكس، عم يعمل مفنز، عم يعمل دوناتس، زي هيك. أوكي، في كمان verb بقدر أستخدمه لما أحكي إنه أنا عم بعمل أكل، أي إشي عم بعمل أكل بقدر أحكي make بكل سهولة، بقدر أحكي I make cake أو I make pasta. سو إذا كان طبيخ أو كان إشي زي كيك وهيك بقدر كمان أستخدم make. سو I cook، she cooks، I bake، she bakes. Okay، so لما يكون he she it اتفقنا الverb بده ياخد s.
نفس المبدأ هون. John cooks and bakes. So John بيطبخ وبيخبز. Lily cooks and bakes. نفس المبدأ. هي بتطبخ وبتخبز. طيب John and Lily cook and bake. بدون S ليش؟ لأنهم هم مع بعض عم بحكي عن أكثر من شخص. معناها صرنا they. بطلنا he she. Okay؟ يس صح baked بس baked بالماضي. أوكي هاي لقدام رح ناخدها. هلا احنا عم نحكي بشكل عام ما عم نحكي عن الماضي. Let's continue. Let's see. عندي هون I cook every day. أنا بطبخ كل يوم. Or she cooks every Tuesday. هي بتطبخ كل يوم ثلاثة. So هذا الاشي بالجدول تبعها. الروتين تبعها. Okay أو الروتين تبعي. أنا بطبخ كل يوم أو هي بتطبخ كل يوم. عم نحكي معلومة بشكل عام. معلومة دائما بتصير. أوكي؟ مش مثلا إشي هلأ عم بيصير أو إشي صار وخلص. لا. إشي دائما بيصير. بشكل عام عم بحكي. I bake on Fridays. أنا بخبز أيام الجمعة. On Fridays. I bake on Fridays. أنا بخبز أيام الجمعة. So أنا كل يوم جمعة بخبز. ممكن بعمل كيك، خبز، cupcakes، muffins، donuts. أي إشي من هدول. She bakes on Mondays. لاحظنا حطينا S زي ما حطينا هون S لأنه الفاعل هو he, she or it. She bakes on Mondays. يعني هي أيام الاثنين she bakes. John works every Wednesday. John بيشتغل كل يوم أربعة. أو Lily works on Sundays. ليلي بتشتغل أيام الأحد. أوكي؟ سو هدول أشياء دايماً بتصير. أفعال منتظمة. موجودة بروتينهم، بجدولهم، بعاداتهم أو معلومة بشكل عام عنهم. أوكي؟ سو خلينا نكمل. فأخذنا إحنا إنه علشان أعمل الـ present simple بدي يكون عندي subject plus verb 1. ومرات هذا الـ verb 1 رح ياخد أسي ما تعلمنا. أنا بطبخ. أنا بنظف. أنا بخبز، هي بتنظف، أوكي؟ أشياء بشكل عام. طيب بلكي أنا بدي أنفي. أوكي؟ هذا هو الفورمال بوزيتيف. بلكي أنا بدي أنفي. بدي أحكي أنا ما بشتغل أو أنا ما بدرس. أوكي؟ برضو بشكل عام. برضو بشكل عام. شو بدي يكون؟ بدي يكون عندي فورم مختلف عن هذا. بدي يكون عندي subject اللي هو الفاعل. بعدين يا إما don't يا إما doesn't. إيش هو الـ don't والـ doesn't؟ هم اختصار لـ do not أو does not. طيب كيف بعرف أحط don't ولا doesn't؟ بدي أحفظ إنه he, she and it بياخدوا الـ does not. he, she و it هدول دايماً مع بعض. أوكي؟ بدنا نحفظ إنه does not he, she and it والباقي بياخدوا do. سو مثلاً الجملة عندي هي I cook every day. أنا بطبخ كل يوم. هاي عندي إياها present simple. So هي الفورم subject plus verb 1. I subject cook verb 1. بدي أعملها بالنفي. أنا ما بطبخ كل يوم. برضو معلومة عني بشكل عام بس بالنيجاتيف بالنفي. أنا ما بطبخ كل يوم. So I do not cook every day. ليش do not؟ لأنه اتفقنا إنه الباقي غير he, she and it رح ياخدوا do not مش does not. So I do not cook every day. أو بقدر استخدم الاختصار تبع do not اللي هو don't. أوكي؟ بالمحادثة أغلب الأوقات رح نستخدم الاختصارات. اللي بعدها she cooks on Mondays. She does not cook on Mondays. طيب هون لاحظتوا إنه هون she cooks مع S. هون she does not cook. معناها بدنا نعرف إنه طالما إحنا بطلنا بالجملة البوزيتيف صرنا بالنفي أو صرنا بالسؤال. هلأ كمان شو ناخد السؤال. الverb 1 ما رح يتغير. No changes to verb 1. ما رح يتغير الverb 1 حتى لو كان عندي الفاعل he, she أو it. طالما الجملة عندي إياها بالنفي أو بالسؤال بالpresent simple معناها الverb 1 رح يرجع لأصله. So بالpositive she cooks on Mondays. هي بتطبخ أيام الاثنين. طيب أنا بدي أنفي. بدي أحكي إنه هي ما بتطبخ أيام الاثنين. She
subject بعدين don't أو doesn't. طبعا doesn't لأنه subject she, so she does not. بعدين verb 1 no changes, ما بغير إشي على verb 1. She does not cook on Mondays, أو باختصار she doesn't cook on Mondays. بستخدم الاختصار تبع does not. Okay, so عند النفي ال verb 1 رح يضل verb 1 ما عليه أي تغييرات. Yes, منشيل الأس. Okay, let's continue. I work on Wednesdays. أنا بشتغل أيام الأربعاء. I do not work on Wednesdays. أنا ما بشتغل أيام الأربعاء. أو I don't work on Wednesdays. هدول الجملتين نفس الإشي by the way. أنا بس عم بفرجيكم إنه هاي لها اختصار. Okay, do not لها اختصار اللي هي don't. بس نفس الإشي. Okay, هاي positive وهدول التنتين negative. النفي. اللي بعدها she works on Thursdays, هي بتشتغل أيام الخميس. She does not work on Thursdays, أو she doesn't work on Thursdays. لاحظين work رجعت بدون S. طالما عندي نفي أو سؤال معناها ال verb 1 ما رح يكون له تغييرات. Okay, no changes to verb 1 when it's negative or it's in the question form. خلينا نكمل. هلا رح نروح لوين؟ لل question form. Okay, لل question form رح نبلش بدو أو does, بعدين رح نحط السبجكت, بعدين رح نحط الverb 1. ومرة تانية الverb 1 no changes, ما رح يكون في تغييرات على verb 1. ليه؟ اتفقنا بس بالpositive بيكون في تغييرات. Negative أو question no changes to verb 1. So دائما نعرف إنه لما أعطيكم tense وأعطيكم الquestion تبعه معناها السؤال رح يبلش بهل. أوكي؟ يعني الجواب رح يكون yes or no. لسه لقدام ناخد الquestion words لي هو كيف نحكي إمتى وكيف وين نضيفهم وكل هذا الحكي. أوكي؟ So do أو does, نعرف إنه does لل he وال she وال it, والباقيين بياخدوا do. بعدين السبجكت, بعدين verb 1. Verb 1 بدون أي تغييرات. So I work on Fridays, أنا بشتغل أيام الجمعة. I do not work on Fridays, أو I don't work on Fridays, هاي نفي, أنا ما بشتغل أيام الجمعة. The question, do I work on Fridays, هل أنا بشتغل أيام الجمعة؟ زي هيك. هاي ممكن تكون هيك شوي غريبة لأنه عم بسأل سؤال عن حالي, بس هاي بس للإكزامبل. أوكي, واحدة تانية she works on Tuesdays, هي بتشتغل أيام الثلاثة. She does not work on Tuesdays, أو she doesn't work on Tuesdays, هي ما بتشتغل أيام الثلاثة. Does she work on Tuesdays, هل هي بتشتغل أيام الثلاثة؟ So حطينا do أو does بالبداية, does لأنه subject عندي she, بعدين subject نفسه, بعدين verb 1 بدون أي تغييرات. Does she work on Tuesdays? Like this. Okay, خلينا نكمل. خليني أمحي شوي من هدول عشان يكون واضح. So عندي الـ positive, الـ negative والـ question. هاي الـ forms اكتبوهم, كتير مهم تكتبوهم يا أما هلأ يا أما من التسجيل. So خلينا نشوف. They like dogs, هم بحبوا الكلاب. They like dogs, عم بحكي عنهم معلومة, هاي حقيقة عنهم, معلومة عنهم. Okay, subject زائد verb 1, ما أخذ verb 1 S. ليش؟ لأنه الفاعل they, they like dogs. النفي subject زائد don't أو doesn't زائد verb 1 بدون تغييرات. They do not like dogs, أو بقدر استخدم الاختصار لdo not, they don't like dogs. للسؤال بدي أسأل هل هم بحبوا الكلاب, فبحط do أو does بالبداية, اخترت do لأنه subject عندي they, بعدين بحط subject نفسه, بعدين verb 1. Do they like dogs? هل هم بحبوا الكلاب؟ نجرب بسبجكت تاني. She likes dogs, هي بتحب الكلاب. Subject زائد verb 1, والverb 1 أخذ S. ليه؟ لأنه subject she. She likes dogs, هي بتحب الكلاب. She does not like dogs, أو she doesn't like dogs. Question, does she like dogs? Okay, so مرة تانية
إذا كنا عم نعمل negative أو question ال verb 1 رح يضل verb 1 بدون أي تغييرات، أوكي؟ بس بال positive، بس لما أحكي الجملة نفسها they like dogs, she likes dogs, she works every day, I work every day، أوكي؟ ممكن ال verb ياخد S إذا كان ال subject تبعه he, she or it. خلينا نشوف كمان واحدة. You clean every morning. أنت أو أنتي أو أنتو بتنظف كل يوم الصبح. You do not clean every morning. أنت ما بتنظف كل يوم صبح. Do you clean every morning? هل أنت بتنظف كل يوم الصبح؟ اللي بعدها. She cleans every morning. ملاحظين عنا S ليه؟ لأنه subject he, she or it. So ال verb تبعه بده ياخد S لأنه إحنا بال present simple عم نحكي عن إشي بشكل عام. So كل يوم الصبح. She cleans every morning. هي بتنظف كل يوم الصبح. She does not clean every morning. أو she doesn't clean every morning. إذا حابين نعمل الاختصار. Does she clean every morning? هذا سؤال. هل هي بتنظف كل يوم الصبح؟ Let's look at one more. عندي هلأ the verb to have. إحنا بنعرف إنه هو have و has. بس يمكن ما بنعرف إنه هي ماشية على القاعدة. بس إيش؟ ال have irregular. فبدال ما ال have تصير إيش؟ haves زي ما إحنا بدنا، لأنه إحنا بنعرف إنه لازم نضيف S للفعل اللي بيجي بعد he, she or it، هو irregular فبيصير has بدال ما يصير haves. أوكي؟ So I have homework. أنا عندي واجب. I do not have homework. أنا ما عندي واجب. أو I don't have homework. السؤال Do I have homework؟ هل أنا عندي واجب؟ نشوف هون إذا كان الفاعل he, she or it. She has homework. ما بنحكي has، بنحكي has مش haves. Okay؟ So she has homework. طيب عند النفي هاي كتير بشوف خربطة فيها. She does not have homework. ليه؟ لأنه اتفقنا بدون الأس بدون أي تغييرات ما بصير أحكي she does not has homework. غلط. She does not have homework أو she doesn't have homework. أوكي؟ نفس الإشي عند السؤال does she have homework؟ هل هي عندها واجب؟ Like this. أوكي؟ في حدا عنده عم بقطع الصوت ولا لا؟ ليش اختلف؟ I have no idea. هو بس irregular يعني ما بمشي على القاعدة بصير has. مش كل إشي له سبب، ما بعرف ليش عنده هيك. أوكي منيح الصوت، thank you. أوكي perfect. So the verb to have من أكتر ال لا ما بصير نحكي she hasn't هون، لا ما بصير نحكي she hasn't هون. She hasn't لتنس تاني هون غلط نحكي she hasn't homework غلط. أوكي she doesn't have homework. Hasn't لتنس تاني رح ناخده لقدام. أوكي ما نخربط فيهم، ما بصير نحكي. Okay, let's continue. So the verb to have كتير ناس بتخربط فيهم خصوصا بالنيجاتيف وبالسؤال. بحطولي she does not has homework أو does she has homework. غلط. Okay, لازم يرجع ل have. Okay, خلينا هلأ نحل مع بعض. So عندي هون ثلاث جمل. أول إشي حطيت لكم الفورمز أنا طبعا، بعدين عندي ثلاث جمل، واحدة منهم حطيت لكم إياهم بال positive، واحدة منهم حطيت لكم إياهم بالنيجاتيف بالنفي، وواحدة منهم حطيت لكم إياهم بالquestion. So إحنا بدنا نعبي اللي مش مكتوب. يعني مثلا هون عندي I have breakfast at 8. كمان استخدام the verb to have. Have يعني عندي. أوكي كمان استخدام ل have هو إنه حدا يأكل أو يشرب إشي، زي I have breakfast at 8. She does not have coffee every day. أوكي هذا كمان استخدام لا have إنه يأكل أو يشرب إشي. أوكي بدل أستخدمه مع الأكل والشرب. So خلينا نحلهم مع بعض. عندي هون positive I have breakfast at 8 يعني أنا بفطر على الساعة 8. إيش النيجاتيف بده يكون؟ subject اللي هو I، بعدين يا أما don't يا أما doesn't. أي واحدة؟ don't. ليش؟ لأنه subject هو I. I don't بعدين have لازم أحط verb 1 بدون تغييرات breakfast at 8.
فأنا هون عم بنفي، أنا ما بفطر على الساعة 8. طيب الكويستشن إيش راح تكون؟ بدي أبلش بدو أو داز، طبعاً دو ليه؟ لأن السبجكت عندي هو I بياخد دو، سو دو، بعدين السبجكت نفسه I، بعدين verb 1 بدون تغييرات have. Do I have breakfast at 8؟ هل أنا بفطر على الساعة 8؟ خلينا أشوف أجوبتكم. Perfect. Good job everyone. عم بتحلوا صح. Okay. Let's continue معناها. هون عندي الـ negative. She does not have coffee every day. يعني هي ما بتشرب قهوة كل يوم. شو رح يكون الـ positive؟ شو بدي يكون الـ positive؟ بدي أحكي إنه هي بتشرب قهوة كل يوم. She بدنا subject. بعدين بدنا verb 1 وممكن ياخد S. هل رح ياخد S؟ Yes رح ياخد S. ليش؟ لأنه عندي subject she. إيش اتفقنا؟ نحكي has ولا has؟ Has. She has coffee every day. معناها هي تشرب قهوة كل يوم. Okay, how about the question؟ بدي أسأل هل هي تشرب قهوة كل يوم؟ Perfect, yes. أو ليش بنحط do أو does؟ اللي هي does. ليش؟ لأنه عندي السبجكت he, she or it، بعدين السبجكت نفسه، بعدين have. Does she have؟ مش أحكي does she has، does she have. ليه؟ لأنه question form، أنا عم بعمل السؤال. Does she have breakfast every day؟ Good job. طيب أنا هون عندي السؤال. Does he like tea؟ هل هو بحب الشاي؟ بدي أحكي هلا البوزيتيف إنه هو بحب الشاي. بدي أحط subject، بعدين verb 1 ممكن ياخد S إذا كان he she it. هون عندي he، so he likes tea، هو بحب الشاي. طيب negative شو راح تكون؟ subject he، يا أما don't يا أما doesn't. شو راح أحط؟ doesn't، لأنه subject عندي he she أو it. he doesn't، بعدين راح أحط like ولا likes؟ like. ليه؟ بدون الأس. ليه؟ لأنه عندي يا نفي. He doesn't like tea. هو ما بحب القهوة، الشاي. Sorry. Good job everyone. Okay. طيب هدول الأسئلة إحنا كيف نجاوبهم باختصار؟ اتفقنا مو حلو التكرار بالمحادثة. يعني مثلا حدا سألني Do you eat breakfast؟ عم بسألني سؤال بشكل عام، يعني ببرنامجي بحياتي. هل أنا بفطر؟ بشكل عام عم بسألني أنت بتفطر؟ ليش أحكي له Yes, I eat breakfast أو No, I don't eat breakfast؟ ما في داعي لتركيبة الجملة كاملة لما أنا أجاوب سؤال. أوكي؟ نجنب التكرار إحنا، فبنستخدم طريقة مختصرة لما نجاوب على الأسئلة. يا إما Yes, I do أو No, I don't. أوكي؟ هاي كتير ناس كمان بخربطوا فيها. لازم نستخدم بالاختصارات الـ helping verb، الفعل المساعد اللي مستخدم بكل تنس. أوكي؟ يعني ما أحكي Yes, I eat. No, I don't eat. أوكي؟ هيك الجملة بتكون ناقصة. لازم أحكي Yes, I eat breakfast أو Yes, I eat it. No, I don't eat breakfast. No, I don't eat it. أوكي؟ بس إحنا بدنا نتجنب التكرار. فإيش بنعمل؟ منجاوب باختصار. Do you eat breakfast؟ هل أنت بتفطر؟ Yes, I do. أو No, I don't. واحدة تانية. Does she cook lunch؟ هل هي تعمل الغداء، بتطبخ الغداء؟ Yes, she does. أو No, she doesn't. استخدم الـ helping verb المناسب. ما أحكي she don't أو she do. طيب كمان واحدة كتير ناس بتخربط فيها خصوصا بالمحادثة، لما يكونوا بحضروا عندي حصص ونحكي عن الأشياء اللي بنحبها وما بنحبها، بسأل حدا Do you like coffee مثلا؟ بحكوا لي Yes, I like. غلط أحكي هون Yes, I like. ليه؟ لأنه تعتبر جملة ناقصة Yes, I like. لازم أحكي Yes, I like it أو Yes, I like coffee. بس إحنا اتفقنا بدنا نتجنب التكرار، ما بدنا نضل نكرر. So بدنا نعمل short answer. Okay. Yes, I do أو No, I don't. Does she have coffee؟ هل هي بتشرب قهوة؟ برضو هاي بتخربط فيها Yes, she has. غلط أحكي Yes, she has. تعتبر جملة ناقصة. Okay. So لازم أستخدم Yes, she does أو No, she doesn't. لازم أستخدم الـ helping verb المناسب. Okay. ما أستخدم الـ verb الرئيسي الـ main verb بالجواب، إلا إذا بدي أجاوب الجواب كامل. إحنا اتفقنا إنه مو حلو نضل نكرر.
اوكي سو بنعمل جواب مختصر. تمام. Is it easy or is it hard؟ سهل ولا صعب لحد هلا the present simple؟ Okay, perfect, since it's easy. So, صرنا نعرف إحنا إمتى بنستخدم the present simple لما بدنا نحكي. Good job, everyone. Okay, so, صرنا نعرف هلا إحنا the present simple إمتى بنستخدمه وكيف بنركبه. لما نحكي عن إشي بشكل عام، نحكي عن إشي دايما بصير، نحكي حقيقة عامة. Okay, so خلينا هلا نقرأ مع بعض. So, هلا جهزوا حالكم للبارت اللي بتحبوه اللي هو إنكم تقرأوا. So, اللي بحب إنه يقرأ. Okay, كل الإيدين بلشت. تنرفع. Good job. So, اللي بحب إنه يقرأ وما عنده مشكلة ينزل صوته يوتيوب، لأن إحنا نسجل الحصة وننزلها يوتيوب، وكمان عنده يعني تقريبا هدوء عشان نقدر نسمعكم منيح، يرفع إيده عشان يقرأ. أوكي، رح أحاول أعطي كل حدا فرصة يقرأ. في عنا إشيين نقرأهم اليوم. أوكي، عنا إشيين نقرأهم اليوم. So, إذا عندكم هدوء وما عندكم مشكلة ينزل صوتكم يوتيوب، please raise your hand. رح أعطيكم access لل microphone. اوكي، في عندي سالي السحيمات. I hope ان لفظت اسمك صح. اعطيتك access للميكروفون، so please اقرأي لنا هدول الثلاث جمل. Mary likes dogs but she does not like cats. John likes coffee but he does not or doesn't like tea. Jack likes dogs but he doesn't like Horses. Yes. Good job. Thank you so much. Okay. Who else? مين كمان بحب؟ رفيف القاضي. I hope إنه لفظت اسمك صح. أعطيتك access للميكروفون. مرحبا مس. أهلا. أوكي رح أبلش. Mary likes dogs but she doesn't like cats. John likes coffee but he doesn't like tea. John likes dogs but he doesn't like horses. Perfect. Good job. Thank you. Okay, let me see. I have Jenna Faris. أعطيتك access للميكروفون. Please اقرأي لنا. Hi, Miss. Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he does not like horses. Good job. Thank you so much. Okay. So, رح أقرأهم أنا، بعدين حاطيكم كمان مجال لكم تقرأوا. Okay. So, Mary likes dogs, but she doesn't or she does not like cats. So, Mary بتحب الكلاب. عم بحكي معلومة عنها، استخدمت present simple subject زائد verb 1 مع S لأنها Mary she، but she doesn't أو she does not like cats، لأنه هون عندي نفي ال like ال verb 1 ما أخذ S، شلنا عنه ال S، ولاحظتكم كمان هون حطينا she عشان نتجنب التكرار من درس مبارح. Mary likes dogs but she doesn't like cats أو she does not like cats. بدل ما نحكي Mary likes dogs but Mary does not like cats، ما في داعي كتير نكرر، بطلع مش حلو. سو منبدل ميري بعد ما خلص عرفنا عن مين عم نحكي، منبدلها ببروناون مناسب لإلها. نفس المبدأ هون، John likes coffee مع S but he does not like tea. أوكي؟ like بدون S لأنه نفي، هو بحب القهوة بس ما بحب الشاي. أوكي؟ نفس الإشي هون حطينا هي عشان ما نحط كتير تكرار، ما نحكي John likes coffee but John doesn't like tea، كتير تكرار. نفس الإشي هون، Jack likes dogs، جاك بحب الدوغز بس he doesn't like horses، ما بحب الأحسن، horse يعني حصان. أوكي، خليني أعطي مجال لكمان ناس إنها تقرأ. Let's see the hands. خليني أشوف، عندي زين غنيمات. أعطيتك access للميكروفون، أقرأي لنا please. Mary likes dogs but she doesn't like cats. John likes coffee but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Perfect, thank you. Okay, and Bana Land? I'll take access to the microphone to create. Hi,
Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Perfect. Thank you, Bana. Okay, and Huda, I'll take access to the microphone to read it. Okay, hi, everyone. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Perfect. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. And I have... Sorry, إذا حدا بلفظ اسمه غلط أعطيتك أو أعطيتك access للميكروفون. Hi, teacher. Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. Okay. And عندي حدا اسمه جوجو. ما بعرف إيش اسمك بس أعطيتك access للميكروفون. Go ahead. Hi. Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. Horse. And عندي سارة. عملت لك access للميكروفون. تقرأي لنا. Hi, teacher. Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. And عندي ناهدة. حفظت اسمك. أعطيك access to the microphone. Go ahead. Hi, miss. Hello. Go ahead. Yes, Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. Yes, Munia. I'll take access to the microphone. Go ahead. Hello. Hello, go ahead. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. You're welcome. Okay. خلينا نكمل نشوف مين في. Okay. في حدا مش عارف شو اسمك أو اسمك مكتوب عندي سامسونج. رح أعطيك أو أعطيكي access للميكروفون. Go ahead. Mary likes dog, but she doesn't like cat. John likes coffee, but she doesn't like tea. Jack likes dog, but she doesn't like horses. Mm-hmm. Thank you. بس انتبهي, he or she, okay? Good job. Okay. Thank you. Okay, I have Meisa. I'll take access to the microphone, Meisa. Go ahead. Okay, hi. Hello. Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job, thank you. اللي حابين يقرأوا, please raise your hand. أنا ما عم بقرأ الـ chat box. Thank you, ميساء. Okay. I have, let me see. Raneem Khalil, I'll take access to the microphone. Go ahead. Mary likes dogs, but she does not like cats. John likes coffee, but he does not like tea. Jack likes dog, but she does not like horse. Good job. Thank you. Welcome. And آخر حدا لهذا practice, سنقرأ كمان واحدة. Okay, don't worry. رح يكون في عندي آيفون بس مو عارفة مين آيفون سرح أعطيك أو أعطيكي access للميكروفون أوكي بعدها رح نعمل practice تاني. Hi teacher. Hello.
Mary likes dogs, but she doesn't like cats. John likes coffee, but he doesn't like tea. Jack likes dogs, but he doesn't like horses. Good job. Thank you. Okay. اللي ما قرأ, it's okay. هلا احنا عمل كمان تمرين قراءة, بس يكون اشي اطول شوي من هذا. Okay. So اللي لسه حابين يقرأوا, raise your hand. Okay. يكون عندكم هدوء ويكون عندكم, اللي ما عندكم مشكلة ينزل صوتكم على يوتيوب. So رح اقرأ لكم ياها انا, بعدين اعطيكم فرصة انه تقرأوا. Okay. اليوم ما بحاول اعطي فرصة لأكثر ناس يقرأوا. So Jack is very kind. Present simple. Jack is very kind. عم بوصف, عم بحكي معلومة عنه. Jack حدا كتير kind. Okay. He loves to help people. هو بحب إنه يساعد الناس. He visits children at an orphanage twice a week. هو بيزور. He visits. كمان present simple. عم بحكي عنه بشكل عام. He visits children, أطفال, at an orphanage, بملجأ للأيتام. Orphanage اللي هو ملجأ للأيتام. Twice a week. Twice تفعنا أخذناها مبارح. Twice يعني two times, مرتين. هو بيزور الأطفال بملجأ للأيتام twice a week, مرتين بالأسبوع. He goes on Mondays and Wednesdays. هو بيروح أيام الاثنين وأيام الأربعاء, لأن اتفقنا مرتين بالأسبوع. كل هذا عم بحكي عنه بشكل عام. Okay. He buys them sweets and toys every time. هو بيشتري لهم. He buys them sweets and toys every time. يعني كل مرة بيشتري لهم sweets, أشياء زاكية, وtoys, ألعاب. On Mondays, أيام الاثنين, Layla joins Jack. يعني Layla بتنضم لجاك. She goes with him to the orphanage. بتروح معه على ملجأ الأيتام. But she does not join him on Wednesdays. بس هي ما بتنضم له, يعني ما بتروح معه أيام الأربعاء. Okay? So, لاحظتوا كيف برضو عم نبدل. أول إشي عرفنا عن جاك, بعدين صرنا نستخدم له he. Okay? بعدين برضو عرفنا إنه في أطفال بالأورفنج, فصرنا نستخدم لهم them. He buys them, لأنه هو الفاعل, هو بيشتري لهم sweets and toys, بيشتري لهم أشياء زاكية وألعاب. بعدين عرفنا ليلى, دخلنا ليلى على الموضوع. ليلى joins Jack. ليلى بتنضم لجاك. أوكي, أيام الاثنين. She goes with him, حطينا لها she, حطينا لجاك him. هي بتروح معه to the orphanage, بتروح معه على ملجأ الأيتام أيام الاثنين. But she does not join him on Wednesdays. بس هي ما بتنضم له أيام الأربعاء, فبتروح once a week. Okay. هلأ خلينا نشوف. I have مؤيد. مؤيد, you can read. Jake is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Mondays, Lily joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she does not join him on Wednesday. Perfect. Thank you, Muayyad. Thank you. You're welcome. Okay, and I have Iman Al-Mahmoud. I'll take access to the microphone. Hi, everyone. Hello, go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Mondays, Layla joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesdays. Perfect. Thank you, Iman. Welcome. Yes, Noor Hussain. I'll take access to the microphone. Hello. Hello, go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Mondays, Layla joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesday. Perfect. Thank you. You're welcome. Okay, and I have Sirin. Sirin, I'll take access to the microphone. Go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at orphanage
twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Mondays, Lila joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesdays. Thank you. Good job. Yes, and let me see. عندي يا إما آلاء يا إما علاء. Sorry, مش عارفة. بس رح أعطيك أو أعطيكي access للميكروفون. Go ahead. Hi, I am آلاء. أهلا وسهلا. Go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children and at an orphanage twice a week. He goes on Monday and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Wednesdays, Layla joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesdays. Thank Good you. Good job. Thank you. Okay, خليني أشوف. في عندي فرح العمري. أو نزلت إيدك بطلت شايفة وين اسمك. إذا حابة إنك تقرأي بس بليز ارجعي ارفعي إيدك عشان ألاقي اسمك مرة ثانية. Yes. Okay. Yes, فرح. أعطيتك access للميكروفون. Go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Monday and Wednesday. He buys them sweets and toys every time. On Monday, Layla joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesday. And thank you for listening. You're welcome. Thank you for participating. Okay, who else? خليني أشوف. I have شيماء. أعطيتك access to the microphone. Go ahead. Hi, teacher. Hello, go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He busy them sweets and toys every time. On Mondays, Layla joins Jack. She goes with him to the orphanage, but she does not join him on Wednesday. Good job, thank you. ومعنى kind هو زي طيب يعني, شخص طيب. Okay? Okay, let's see. I have Razan Amjad. أعطيتك access to the microphone. Go ahead. Hi. Hello. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at orphanage twice a week. He goes on Monday and Wednesday. He buys them sweets and toys every time. On Monday, Layla joined Jack. She goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesday. Good job. Thank you. Okay. So, رح أخذ آخر شخص. عندي أمل أشرف. Go ahead, Amal. أمل معنا؟ أعطيتك access للمكان. Yes. Go ahead. Jack is very kind. He loves to help people. He visits children at an orphanage twice a week. He goes on Mondays and Wednesdays. He buys them sweets and toys every time. On Mondays, Layla joins Jack. He goes with him to the orphanage, but she doesn't join him on Wednesdays. Good job, thank you. You're welcome. Okay, so هلا خلينا ننتقل لل homework. Okay. زي دايما لما أعطيكم homework يفضل إنكم تعملوه على a piece of paper, تكتبوه على ورقة. كتير أحسن لإلكم لل practice. هلا أنا مو طالبة إنكم تبعتوا لي ال homework, بس حسيت إنه في ناس بتحب إنها تبعت لي إياه, so ما عندي مشكلة تبعتوا لي ال homework. Okay. So, إذا بتحبوا تبعتوا لي الهومورك تقدروا تبعتوا لي إياه. هلا رح أعطيكم تنين. It's only one, there are two. Okay? So, the first homework is about you.
أول homework عنكم أنتو. أوكي، بدكم تجاوبوا على هدول الأسئلة بالجواب المختصر، يعني باستخدام الـ helping verb. Yes, I do. No, I don't. كل واحد عن حاله. Do you like cats؟ بتحبوا البسس. Do you like dogs؟ بتحبوا الكلاب. Do you have a cat؟ عندكم بسة. Do you have a dog؟ عندكم كلب. Do you have breakfast every day؟ تفطروا كل يوم. Do you like English grammar؟ بتحبوا القواعد تبعت الإنجليش. And do you study every day؟ So بس الجواب رح يكون يا أما yes I do, no I don't لكل واحد فيهم. So يفضل أنكم تكتبوا كل سؤال على دفتر وتجاوبوا بالجواب المختصر عن حالكم. Okay, هذا homework number one. كمان إذا في عندكم groups تعملوا مع بعض، وهلا بعطيكم فرصة أنكم تتعرفوا على بعض. Okay, الهومورك الثاني هو بدكم طبعا تاخدوا الفورم من هون، عطيتكم الفورمز هون بدكم تكونوا كاتبينهم عشان تعرفوا تطبقوا. So homework number two، مرة ما عطيتكم positive، مرة ما عطيتكم negative، مرة ما عطيتكم question، وبعدين مرة تانية ما عطيتكم negative. بدكم تحلوا الأشياء الفاضية، so زي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بدكم تحلوا 8 جمل انتو. اوكي، بكل واحدة من هدول الأربعة في واحدة محلولة، وانتو بدكم على حسبها انكم تحلوا الباقي. اوكي، so you have lunch at 3، انت بتتغدى على الساعة 3. معناها شو بده يكون؟ بدي يكون هون إنه أنت ما بتتغدى على الثلاثة، وبدي أسأل هل أنت بتتغدى على الثلاثة؟ زي هيك. She does not study every morning. هي ما بتدرس كل يوم الصبح. Does he bake cupcakes؟ هل هو بيعمل يعني بيخبز cupcakes؟ الcupcakes تعرفوهم أكيد، هيك الكيك الصغير. وهون عندي she does not have time. هي ما عندها وقت، فبدي يكون هون هي عندها وقت، والسؤال هل هي عندها وقت. اوكي، سو ما في داعي تبعتوا لي الهومورك، ما في داعي تبعتوا لي الحل تبع الهومورك، بس اللي بحب انه يبعته بقدر يعمل هيك، بس ما في داعي لانه رح نحلهم مع بعض. بعدين هذا برضو عن حالكم، فرح يكون الجواب كله يا اما yes I do يا اما no I don't، وهون رح يكون الجواب كله مشترك، سو رح نحله مع بعض بالحصه الجايه اللي هي بكره بنفس وقت اليوم، بكره على الساعه 12 الظهر ان شاء الله. عندنا الحصه الجايه. سو إذا عندكم study partner، أوكي، إذا عم تدرسوا مع مجموعة أو مع شخص، شو تعملوا؟ Discuss what you learned, explain again to each other، ناقشوا شو تعلمنا اليوم، اشرحوا لبعض، solve the questions we did in class again، اعملوا الأسئلة اللي عملناهم بالحصة اليوم مع بعض كمان، practice reading together، الفقرتين أو الأشياء اللي قرأناهم اليوم، مارسوا قراءتهم مرة تانية مع بعض، وصححوا لبعض اللفظ، أوكي؟ rewatch this class again from YouTube. هاي الحصة تقريبا ساعة رح تكون على يوتيوب. So احضروا الحصة مرة تانية على يوتيوب. Okay. You are welcome. Can you return to homework number one? Yes, I can. Of course. خذوا له سكرين شوت إذا ما أخذت سكرين شوت. Okay. بس ما تبلشوا حل هلا. يعني ما تبلشوا حل بالشات بوكس هلا. إذا عم بتحلوا هلا على دفتركم that's fine. بس ما تبلشوا حل بالشات بوكس من هلا، عشان بدي كل واحد يحله لحاله أو تحلوا مع المجموعة تبعتكم. Okay, إذا عندكم study partners. اللي ما عنده study partner, you're welcome. إذا ما عندكم study partner, please هلأ ضيفوا بعض. Okay, بلشوا ضيفوا بعض. هلأ فرصتكم إنكم تكتبوا your Instagram, your Snapchat, your WhatsApp, أي إشي بدكم إياه. اكتبوه. واللي ما حدا ضافه, please هو يعمل مجموعة ويضيف غيره. Okay, ما بدنا نستنى حدا يحكي معنا, ما بدنا نستنى حدا يضيفنا. إحنا بدنا ناخد هاي الخطوة ونحكي مع حدا تاني ونضيف بعض. Okay, so بلشوا هلا ضيفوا ببعض. يس yes, ابعتوا لجنى. ما بتقدر هي توصل لكل اليوزر نيمز، فابعتوا لها هي اكاونتها، ابعتوا لها مسج خليها تضيفكم. اوكي، سو انا رح اوقف الريكوردينج لهون. هي هومورك نمبر 1 وهي هومورك نمبر 2، ورح اعطيكم مجال انكم تعرفوا على بعض وانكم تضيفوا بعض. ثانك يو فور اتندينج.